لا حول ولا قوة الا بالله. متر والله اليوم حد الرياضي يقول بكام انا؟ جيت لنا هنا عادل ما نبكى حلوة ذاك لانه معناها فرحنا وشيخنا، ولكن اللي بكاه ذا انت عائلته، تصور معناها عائلته يطلبوا من الامن باش يحمي ولدهم. معناها انا نتسائل يا رازي في الحكايه هذه مئات اذا كان مش الاف فلامات يدخل، مش واحد مخبي، معناها كان فما امور غير عاديه كيفاش تدخل الفلامات. والسبب تعرفش علاش؟ لانه الفلامات يعطيك مليون خطيه، مليون خطيه. لو كان نبدلوا توا الافلام تولي كما يضربوا في الكاف ويضربوا، الافلام تولي ربما عقوبه اكثر من 50,000 دينار. لا لا تولي دينار. عقوبه كبيره ما نعرفش معناها. تو تتغير العقليه راه فماش، هذه ما فيهاش دواء. علاش؟ لانه كيفاش يدخلوا الافلامات ويتعدوا من الامن، نطلب من الامن باش يحمي العباد ويحمي زاده، ما يعملش نعملوش كما اللي دخل استاد كما ماشي للمطار نعملوا له واحده يتعدى قدامها. معناها معناها امور غير عاديه. اللي هنا صحيح المراه تبكي مسكينه على ولدها والبو كيف كيف، ويطلب من الامن باش يحمي ويرعى اولادهم، ولكن في نفس الوقت انا نوجه هذا النداء للاولياء بيدهم، للاولياء بيدهم، اسوا على اولادكم شويه حتى انتم بربي، لانه ساعات وليد صغير محلاه الوليد، معناها ريت حتى الشباب معناها تصور يد، معناها يد حاجه، معناها حاجه كبيره في البدن. ان شاء الله يكون درس الناس اللي تتفرج يعرفوا. انا بشجع بالصوت، بشجع بالعلامات، مش تشجع بالافلام. وفي الدرب اليوم، في الدرب اليوم توجد الفلامات في ماتش السي اس اس وبنزرت اليوم الفلامات، في ماتش الاطوال شفنا الفلامات، الفلامات مش تنحى دونك، ثم سيركوي مسكوت عنه. خلينا نقولوا الحقيقه رازي، ثم مجموعه من الامنيين قاعدين يتعاملوا مع مجموعه من الاحباء هذوما، نعطيك مقيمته كذا دخل لي مقيمته كذا، تدخل الاستاد تلقى الفلامات موجودين يشعلوهم ويعملوا سبكتاكل نتاعهم. يعني ثم ناس مستنفعه من الحكايه هذه، مش قلت مجموعه هذه حقيقه، انا ماخذ المعلومه هذه من مصادر موثوق منه. ثم زاده يعني، ثم زاده ملاعبيه يدخلوا الفلامات، هذاك من ثم مسؤولين يدخلوا الفلامات. انا نعطيك السيركوي في الفيراجات، في الفيراجات هذه كيفاش السيركوي، معناها هذا هو، معناها كان هذوما العباد المتورطين في الحكايه هذه يقصوا عليهم الشيء هذا، تو وقتها ما عادش نلقاو فلامات، ولا حاجه رار ما عادش نجم ندخلها. كانك يعني ما اذا كان انت تمنع دخول الفلامات وقتها نحكيو لاباس وثم وعي وثم غيره. اذا كان انت الفلامات ثم شكون تساهم باش يدخلوها، وبدرجه اولى قلت شكون متورط فيها الحكايه، بعام عباد تسترزق منها تاخذ منها في فلوس انا باش يدخل بمقابل. معناها هذا بالحقيقه كيما نحكيو على المارشي نوار نتاع التكيات، ثم برشا عباد مستنفعه منه. كان احنا بالحق نحلوا اونكيت ونتبعوا في الشيء هذا ونعاسبوا الناس، حتى وقتها ما عادش نلقاو فلامات في الاستادات. حاتم عندك تعليق؟ اي ولا سياسف كما قال ميتر، معناها اتيديون مازال كيف الباك، شو كل اخذ الباك، شو كيفاش يده اليمين وكيفاش مسيره باك، حتى في الكتيبه في كل شيء. هذا هو يلزم العباد تاخذ درس، معناها يلزم حتى ولا العقوبه. انا يا رازي او من المنبر هذا نقطه، المره الاولى مليون، المره الثانيه خمسه، المره الثالثه نحي نقطه. تو جمعه كامله اسمع هذه راهي المره الثالثه، كان جيبوا نتذكروا في المقابلات تذكروهم نداءات وقت قبل كوب دافريك، قبل ماتش كبير، قبل كلاسيكو، ردوا بالكم راهو جمعه هذه ما تعملوا شيء، جمعتها ما تعملوا شيء، من بعد خلوضوها لانه جمعتها عندنا حاجه كده. لو المكتب الجامعي اللي عنده السلطه التشريعيه، المره الاولى مليون، الثانيه ثلاثه، الثالثه نحي لك نقطه. وشكون قال هذاك المحب هذاك اللي تابع تبع لا عاد ما فما عاد ما امبوسيبل تبقوا هذا امبوسيبل والله فما حد ادنى. اسمع راهو ما يتغير شيء اذا كان ما يكونش بالخدع بقوانين ردعيه ونطبقوها، لانه هارنا عندنا سنوات يا فاهمين نحكيو على الفلامات، عندنا سنوات نحكيو على الريزور اللي تحكي عليه، ماشي الشيء ويكثر لين جينا حادثه كيما هكا. جات ما نقول الحمد لله، معناها في يد فقط، ما كانت نجم تكون اخطر وكانت نجم تكون كارثه اكبر. نستناو تجي الكوارث باش نعملوا رده الفعل. كريم وكمال كمال لازم يعني اتخاذ القرارات صارمه. يعني انا في نفس الفكره نتاع الماتر، على خاطر كما فماش قرارات صارمه وتتعاقب فيها الجمعيات ويتعاقبوا فيها، يعني خاطر الفلامات باش تقعد موجوده، يعني باش تقعد ديما موجوده في كل مليون خطيه مليون، شنو خطيه مليون في كل مباراه نقعدوا نلقاو فلامات. لازم الفلامات مشكله. يعني شوفوا الولد يعني مسكين
يعني اختر يعني اختر على الجمهور اختر على ذكروا مره ثم املي زاد تضرب في عينه وعينه اختر على الامن واختر على اللاعبين حتى الامنيين يعني يقاسيهم من الفلامات هم يضربوا الامنيين بعد يضربوا الحمايه المدنيه ويضربوا هذوما اللي يقاسيوه في الاختر خطر كبير موجود في الملعب يعني لازم نلقاو الحلول والقرارات لازم باش نرجع لك البوان اللي قلت انت ما يزي يضر الطفل ان شاء الله يشفيه ما يزي هو بعد اي محب يرميها على الامن بعد تعمل برشا مشاكل حتى للمحبين اللي بجنبه صحيح سواء ولاد صغار اللي كنا نتفرجوا فيهم في اول حصه سبحان الله ترمي هكا كيما تنجم تصير حادثه للسيد اللي شعل فلان بيدو لازم ولاد خوف هاي باينه كيما اللي صار ناخذوا الان تذكير بالنتائج وناخذوا الموفيولا نرى فيهم خالته كابتن وحيد ويسري سعد الله نذكركم بالنتائج بعد زوج مباريات متاخره في الحقيقه والترتيب بعد ما كملوا زوج مباريات المتاخره هذوما هاو الترتيب كيفاش ولا طبعا الترجي كان فوق على النادي الافريقي هدف مقابل صفر والتعادل 1-1 بين النجم الساحلي ونجم المتلوي ترجي في المرتبه الاولى ب 28 نقطه نادي صفاقس 23 نقطه الاتحاد المنصري 20 نقطه نادي البنزرتي 19 نقطه النجم الساحلي 17 نقطه الملعب التونسي 15 نجم المتلوي كيف 15 ثم الملعب الجيبسي 13 نقطة صاحب السبيبة القيروانية مستقبل جيبس المرتبة العاشرة 12 نقطة صاحب أولمبيك مدنين النادي الإفريقي 12 في المرتبة 12 ب 11 نقطة ترجي الجرجيسي مرتبة 13 بأربع نقاط صاحب اتحاد بن قردين الموفيولا كابتن وحيد ويسري سعد الله مرحبا بكم مرحبا باش نبداو بالدربي دربي ان شاء الله نبداو بالدربي دربي يلا هاي محمد شعبان الحكم هذه المباراه في احصائيه سريعه احتسب 49 خطا 24 لصالح الافريقي 25 لصالح الترجي 6 حالات انذار 4 حالات تسلل نمشي مباشره للقطات اللقطه الاولى في الدقيقه الرابعه نشوفوا مهاجم النادي الافريقي يقوم بتسديد الكره نرجع للقطه فيه لمس كره مدافع الترجي ضام الكره في وضع طبيعي لمس يد موجود لكن اليد يعني وضع طبيعي ضام الكره قرار الحكم صحيح بعدم احتساب في ركله جزاء هذه اللقطه الاولى نمشي للقطه الثانيه والمهمه جدا يوصل اللقطه الثانيه هي اللي نشوفوها اللي صار فيها جدل واللي هجوم للترجي الرياضي توزيع نشوفوا عمليه استقبال الكره من طرف مدافع النادي الافريقي والاعلان على ضرب الجزاء من طرف الحكم المساعد الاول بالصوره البطيئه اللي اجتهدنا باش نشوفوا عند طريقه استقبال الكره خلينا نكونوا مركزين هو اليد وضعيه الذراع هي وضعيه في الاول وضعيه غير طبيعيه خلينا نكونوا هذه متفقين فيها ولكن طريقه الترويض والمنطقه نتاع الجسم اللي قام بالترويض هي المنطقه في اعلى الصدر تنشوفوها عملنا زوم عليها هي اعلى الصدر وليست في موضع الذراع نشوفوا مره اخرى وهذا الشيء اللي اوقع المساعد الاول في الخطا لانه الحركه هذه وانحناءة الجسم نتاع المدافع النادي الافريقي نشوفوا مره اخرى في اعلى الصدر وبالتالي لا وجود للمس بالذراع نشوفه مره اخرى هذا هو اللي خلى الحكم المساعد الاول اللي هو من خير الحكام المساعدين في افريقيا يقع في الخطا لانه ايضا بالنسبه لنا احنا حتى طريقه الترويض نتاع المدافع هي اللي اوقعت الحكم المساعد الاول في الخطا وين يقف الذراع كابتن شوف هو شوف الذراع تبدا من اليد من اليد ثم امتداد كامل الى مستوى الكتف ما عادش يعتبر ولكن هوني نشوفوها لمس الكره اللي صار من الزاويه العليا نتاع الصدر دونك معناها الذراع منين يبدا معناها يقولوا لمس يد منين اليد هوني حتى المفصل نتاع الكتف حتى المفصل نتاع الكتف يعني هوني الكتف هيك على ساعات نقولوا مكاتفه هوني الكتف ولكن تجي يبدا هوني الذراع ممدوده في وضعيه غير طبيعيه يلام عليها ايضا حتى شو اسمه المدافع بتاع النادي الافريقي هو اللي اوقع الخطا الحكم المساعد هوني احنا شفناها بسرعه بطيئه شنو ما كانش عمل هيك معناتها المدافع شوف هي خلينا نكون واضحين هي وضعيه يد غير طبيعيه من الاول ماشي اعطيني مدافع يمشي للكره باش يقوم بترويضها ويحل
ثم بعد خلينا نقول احنا اللقطه هذه هي اللي خلات الحكم المساعد يوقع في الخطا. احنا متفقين فيها اللي ما صارش الهدف الحكم المساعد. نعم. تعدوا عليه الاف اللقطات كيما هيك المفروض. نعم. يعرف تو كان متفرج نعرف انا نغلط كان متفرج من فوق. نعم. اما الحكم المساعد تلمو تعود بالحاجات هذه من المفروض يساس بها كيما قلت سامحني لقطه كيما هذه راهي صعيبه ياسر هذه صعبه يعني صعبة ياسر. طريقه امتداد الذراع يعني هي صح. اللي اوقعت المساعد في تقديرها لهذه الخطا. لمس غير موجود لمس موجود في اعلى الصدر في جهه اليسرى. نعم بحي. ثم ايضا الحكم ايضا هوني ما عاونوش شوفوا بالصوره كان مروها الحكم كان بعيد شوفوا بالبرالونتي تو نعاودوها شوف عند توزيع الكره المفروض سبرينت من الحكم بعد يمشي. ثم نقص السرعه خلى الحكم المساعد يتحمل المسؤوليه وياخذ قراره صحيح بكل شجاعه القرار جانب الصواب ولكن الحكم المساعد الحكم الرئيسي المفروض يكون افضل زاويه. ملاحظات من الساده المشاهدين وريت انا برشا يحكيوا قالك شو الفرق بين هذه وبين ضربه الجزاء تاع نادي رادي صفاقسي امام نادي فرطة اللي السنه السنه فرطة في 2017 اما في مباراه نادي الافريقي ونادي صفاقسي شنو الفرق؟ اختلاف تعرف اختلاف جذري لانه بالنسبه للقطه هذيك بتاع نادي الافريقي ونادي صفاقسي لمس صار في الذراع معناتها صحيح اليد كانت ممدوده في وضعيه غير طبيعيه ولكن هوني نحكيو على لمس ما صارش في الذراع بتاتا مش نفس البقعه يعطيك الصح الاختلاف في مكان اللمس جذري مكان اللمس الاخرى ضربه جزاء فهمتي اليد ممدوده وشفناها وذكرناها انا والكابتن وحيد دونك هذاك علاش هوني يعني شوف احنا حللناها كذا لقطه المساعد في جزء من الثانيه اختار نار واضح نمشيو لللقطه الثانيه اللقطه الثالثه في خطا لصالح النادي الافريقي خارج منطقه 18 يارده تم تغيير وجهة الكرة نرجع للقطة شوف لحظة تسديد الكرة أولا هذه بالزوم أيوه هذه بالزوم شوف رفع اليد قبل ما توصل للمدافع في وضع غير طبيعي ولاحظ المدافعين الاثنين المجاورين المدافع شوف حركة اليدين أو الذراعين في وضع طبيعي لمس موجود تغيير مسار الكرة وهنا في مثل هذه الحالات وتوصيات الفيفا يعني يجب على الحكام ينبهوا لتو احيانا لعبين. هذه تغيير مسار الكره ورفع اليد في وضع غير طبيعي لمسه يد موجوده وركله جزاء صريحه موجوده تقديرها سيء للحكم في هذه اللقطه وفي توصيات الفيفا في مثل هذه اللقطات يعني ما عادش في تساهل الحمايه شوف في وضع طبيعي وغير طبيعي هذه اللقطه اللي شفناها نعم اللقطه الرابعه والاخيره هذه مطالبه النادي الافريقي ب خطأ توزيعة صابر خليفة يأخذ الكرة ثم تصير العرقلة حبينا نشوف الخطأ وين صار الخطأ موجود ولكن صار خارج منطقة الجزاء تنشوفه في صورة في زاوية أخرى متاع تصوير جيدة برافو عليهم التصوير شوفوا صار الخطأ ولكن خارج منطقة الجزاء كان على الحكم أن يعطي مخالفة مباشرة ثم انذار اللاعب وليست ورقة حمراء انذار اللاعب مدافع الترجي هذه لانه اتجاه المهاجم كان مش موجه مقابل المرمى ثم لاعب مدافع ثاني كان ينجم يقوم بالتغطيه معه ولهذا كان الحكم اعلن ان مخالفه مباشره مع انذار اللاعب رقم 24 من الترجي الرياضي مبارك نعم النجم هو كان يكون الانذار الثاني ثاني هو كان يكون الانذار الثاني هو ما اعلنش على الخطا بتاتا لا 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 خلاصه انت الناس تتفرج فينا نعم خلاصه ضربة جزاء الترجي من ضربة جزاء والنادي الافريقي حرم من ضربة جزاء وجاته فرصه في الدقيقه 90 ما زفرش الحكم هذه هي الخلاصه خلاصه لجماهير النادي الافريقي دونك يقول لك احنا تظلمنا اليوم خلينا نقولوها بالعربيه قلتوها انتم بالتحكيميه احنا نقولوها بالعربي معناها خلاصة وأنه اليوم وهذا ربما يفسر عليه جماهير الترجي رابحة ما مغش على فريقها واللي كنت نجم تربح أنت لواش تخلي فيا نربح بالبيلانتي ومن بعد يشكوا فيا وأنا عندي إفكتيف ورئيس الجمعية يشري في الملاعبية اللي مش نربح الناس كلها أربعة بشيء تخلي فينا بالغسرات كل مرة في الوضعيات كما هذه حقيقة لازمنا نقولوها أخطاء تقديرية هذا احنا أي لا نحن نحلل سي فتحي سيروا في مباريات حيادية يا مال كلهم مشاو في اتجاه واحد نعم نحن نحيي بحيادية بدون نظر للالوان طبعا نمشي لمباراة النجم المتلوي جميل عندك متعلقة انا ما نصورش اللي الترجي الرياضي يعني في المباراة هذه محتاج الاخطاء نتاع التحكيم اللي باش يجم يفوز بالمباراة هذه كما قال الخيان اخطاء تقديرية يعني مش يعني ما فماش يعني النية
يعني باش الفريق هذا ولا باش يميل الفريق هذا بتاتا ولا حكينا على نيه فماش يعني كيف يعني اخطاء اي حكم ممكن يقوم بها في كل مباراه يعني ترجي مش ولا النادي الافريقي مش محتاج اي فريق حكم ممكن يستفيد يعني من اخطاء الحكام او العكس اذا يعني لعبة كرة قدم هذه هي مباراة كرة قدم يعني كل اخطاء الكل فما فريق باش يستفيد وفما فريق مش يستفيد لكن شنو نحن نجمو نحكموا على شنو على حسن النية ولا سوء النية ما تصورش أنا ترجي محتاج الحكم بتاع مباراة اليوم باش يفوز بالمباراة لا عادي كمالك لا منطقي احنا بيدنا شكلنا قلنا حتى شيء هما عاينوا تحكيميا احنا نعاينوا الناس تتفرش اللي ترى تقديرية عادي جدا تحكيم ينجم يغلط ينجم يصيب ولكن من سوء حظ النادي الافريقي اليوم الثلاثة اخطاء تقديرية جات فيه هو وذكاو جوست انت بركل عليكم في التحكيم جيت نحكي لك حاجة على المدافع يعني المدافع كيف قلت قبيليك هو اللي شكك شوية في الواحد كان شوية قرأ شوية لجود ديفونسور متاع الكلوب كان قرأ شوية اللعبة كان اللي نجم يخوها حتى بسيخ واليسار يخوها ترونكيلمو هذا اللي حاب نشوفه صحيح ما شفناش برشا كوره اليوم صحيح مي تظلم الكلوب صراحه في الحكايه هذه كمان ضربه جزاء سامحني مات ضربه جزاء اللي تحصل عليها ترجي ممكن انا اكد لك 99% من الناس اللي تفرجوا في المباراه وقت اللي صارت لاكسيون قالوا ضربه جزاء اش قلنا 99% يعني يعني فيما بالك انت حكم يعني فزت الملعب يعني شوف كمال تجم يحكم على الناس اللي دفعنا على الحكم انك شوف القرار اتخذ في جزء من الثانيه واول ما شفنا اللقطه طبعا كانت صعبه شويه احنا عاودناها كذا مره وخذاه المساعد نفس المساعد طبعا فهمت كيف وسمع المساعد هذا كان في كاس عالم في الهند من بين توب فايف في افريقيا يعني معناتها في مستوى معين هذاك علاش انا نقول لك راهو تصير من اي حكم واي حكم مساعد خلي في مبالك في غير نمشيو النجم والمتلاوي والنجم الساحلي اللقطه الاولى مطالبه النجم المتلوي بضربه جزاء لاعب المنياوي منياوي نعم ايه نرجع للقطه طبعا طريقه احتجاجه طبعا وكان في هناك احتكاك نرجع للصوره لا يوجد اي لمس واي احتكاك بل هناك سيميليشن او تحايل كان على الحكم الإعلان على ضربة حرة غير مباشرة وأنذار مهاجم النجم المتلوي لقطة واضحة هذه اللقطات طبعا لاعبين محترفين في تاريخ لقطة اللي بعد اللقطة الأخيرة في نفس المباراة هذه الهدف النجم الساحلي الملغى بداعي التسلل نحب نعود نشوفوه هذا الهدف تم تسجيله تسلل نعرفوه نشوفوا ديما الصوره الثابته وطريق وعند انطلاق التمرير الكره ذي الحكم مساعد وليد حراق عند توزيع شوفوا للاسف الصوره غير مكتمله الصوره ما تعطيناش موقع المهاجم وتمركزوا مع ثاني اخر مدافع وبالتالي الصوره لما تكون غير مكتمله خاصه في التسلل نمشيوا مع الحكم المساعد ونساندوا القرار نتاعو حسب الصوره لانه الصوره ما تعطيناش الزاوية اللي مفروض يتواجد فيها المهاجم لحظة تمرير الكرة به يعطيكم صحة إذا هو سما في الموفيولا يعطيكم صحة نكملوا مدامنا في النجم صارت وقفة احتجاجية لأحباء النجم فهم عندك عليها فكرة أكيد نشوفوا الصور مدامنا في موفيولا النجم الساحلي ونجم المتلاوي هاو الصور فهم هذه صارت نهار السبت يعني كانت وقفه احتجاجيه منظمه من حباء النجم الذي الساحلي كان احتجاج بالطبيعه على اللي صار في مقابله الترجي على اساس التعامل الامني عندهم يقول لك صارت امور غير عاديه من التعامل الامني وهذا موقفهم ايضا والاهم من هذا الكل هو قرارات الرابطه اعتبر الجمهور تاع النجم الذي الساحلي كونه ظلم وكان يعني قرارات ضد ملاعبيته وكان خاصة عقوبة غازي عبد الرزاق اللي الرابطة ما عاقبتوش لكن اقترحت عقوبة شطبه ومدى الحياة على ذمة المكتب الجامعي فاعتبروا كونه النجم الذي الساحلي هزم معناها قاعد برشا عراقيل ضده وكان ذي احتجاج وكانت الحقيقة خارجة وكانت مسيرة في سوسة خرجوا من مكان وكان كانت الوقفة احتجاجية قدام مقر النادي وكانت سلمية وعبر على الرأي نتاعهم تاريخ مات ولا عادي احتجاج عادي كي يبدا في الاطر منظم كما قال فهمي احتجاج سلمي عادي ولكن انا اللي نساله يا رازي النجم معناها تشوف التشكيله نتاعو اليوم وتشوف التشكيله نتاعو تو شهر
وقت اللي يلعب مع الاهلي في سوسه، هالغوله اللي دخلت في الفريق، غوله دخلت في الفريق، معناها المقابله هذه نتاع الكلاسيكو هذا اللي تعدى، تعادل فيها النجم راه ما خسرهاش، يخسر خمسه ملاعبيه والمورال والمدرب والستاف ورئيس الجمعيه، معناها فما حد ادنى من الناس عندها من العقوليه من الرصانه، هؤلاء حبايا كانت عندهم الرصانه، قالوا خلينا نمشيو نحتجوا، فما جانب من العقوبات ربما هما راوا انها قاسيه، مثلا اقتراح اي باش نقول لك عليها على غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق اللي اقتراح حتى بالطبيعه اقتراح، لانه تبدا العقوبه توصل للماكسيموم اللي هي الشطب، وقت تمشي المكتب الجامعي راه نجم ياخذ عقوبه نتاع اربع مقابلات راه، لانه هو باش يتعاهد بالملف ويشوف توكومي نجم ياخذ العقوبه الاقصى اللي هي الشطب. العقوبه نتاع يبدو العقوبه نتاع قيس الزواغي نتاع قيس الزواغي المدرب المساعد، يبدو انه فما تصاور وانه الامني اعتدى عليه بالكلام او بالضرب او بغيره قبل ما هذيك رده الفعل اللي ريناها الكل في التلفزه، انه رد فعل قيس الزواغي مع الامني. انا الاشكال وين؟ وانه وكاني بمكتب الرابطه خذا وانه ما جاء بتقارير الامنيه هذاك الحقيقه المطلقه، واتخذ قراراته دون تروي ربما دون سماع دون التحرير. سمعوه يا استاذ، سمعوه قيس جاهم لا مش قيس. على قيس لا معناها نحكي لك على قيس، سمعوه اعطاهم الروايه نتاعو على الامني كذا، عندك كنت نجم تتحرى شويه باش تاخذ العقوبات، ولو انه في ظاهرها العقوبات رازي قراوها وراوا اللي ريناه، نقولوا العقوبات لا تتطابق مع اللي ريناه، معناها تمخذ الجبل ورينا الكارثة ولم نرى شيء، مش معناها نحب الملاعبين يتعاقبوا، ولكن ماهوش في حجم اللي ريناه من الجهات الكل ومن الأطراف الكل، فما طرف أساسي رازي خويا، فما طرف أساسي، سمعت الناس الكل تعاقبت، والناس الكل صرامة، طرف أساسي، كما التحكيم تاع اليوم التحكيم تاع الجمعة الأخرى، بل بالعكس فما استفزاز من المشرفين على التحكيم، وأنهم يخرجوا ويقولوا هذاك التحكيم اللي ريتوه راهو رائع ما عمل حد شيء، هما استفزاز على الاقل كي باش تاخذوا عقوبات كذا وموا، فما حد ادنى من التوازن، الملاعبيه تتعاقب عادي جدا، نحبوا ننظفوا كورتنا، ولكن ما تنظفش الكوره يا راسي من جهه برك، من جهه الملاعبيه برك، من جهه المسؤولين برك، تنظف من الكل، لانه تنظف من جهه الكل، لو كيما راهو قبيلك في الدربي انا ما عندي حتى اشكاليه مع حتى فريق، ولكن قلت المعاينه نتاع واحد يتفرج يسمع اش يقولوا، نتمناه وانه يتحراوا برشا في التحكيم على الاقل، الترجي اللي هو ما يستحقش كما قال ما يستحقش لحد شيء، لكن متر متر ثم حاجه نقطه مهمه ياسر، ربما انا تو باش ناخذ دور اللي باش ندافع على الامنيين، معناها ما يلزمش العباد تخرط على الامنيين، زاد سامحني زاد تو نحكيو على رده الفعل وما نحكيوش على الفعل، صحيح شنو واحد مثلا امني سمعوا كلمه يمشي يحب يضرب، شنو والامني هو سامحني هو الامني ماشي غاديك باش يامن المباراه، رسيل يجري في جره الملاعبيه ويهدي في الجمهور وعنده امن نتاع السيارات ونتاع الديار ونتاع المواطنين اللي متعدين ونتاع الكبار والصغار، هو ملف كبير يا رازي معناها تو ولينا اللي جي ياخذ الميكرو والله الامنيين ما ادري شنو، سامحني زاد اخي وشنو التقارير الامنيه؟ التقارير الامنيه تقارير اخي محلفين الامنيين هم. اي ما قول صحيح يتحراو. فوالا هذا اللي قلنا عليها. لكن التشكيك في التقارير الامنيه زاد مش باهي. معناها اذا كان نفقد الثقه في بعضنا. الرابطه تفقد الثقه في الامن والامن يفقد الثقه في الجامعه والجامعه تفقد الثقه في الوزاره والوزاره تفقد الثقه نسكر كل شيء. نقعد ساعه. هما غير رازي اللي قلته توا. وصلت هذا فقد الثقة، سيفري الناس كل فقدت الثقة في الناس كل، وانا نخافش ما يتسكرش، رانا ماشيين كاس العالم ورانا احنا هذا المسكوت عنهم الملفات كما اللي حكاه فهمي وحكيت انا وحكي رضا وغيره، ملفات مسكوت عنها، اذا كان من اليوم ما نحلوش عينينا ونغزر المراية واحنا رابحين واحنا مفرهدين ماناش مخسورين خاطر مترشحين، كيفاش نحلوا الدوسيات؟ انا نتصور انه رده الفعل على الامنيين ماهيش معقوله، معناها اذا كان ثم واحد تجاوزوا
يعني صار تجاوز من طرف عون امن ولا اطار امني فما قضاء معناها نجم يمشيش كي بيه وتوا هاكم تشوفوا معناها القضاء اذا كان يلزم الامني باش يتعاقب يتعاقب واذا كان هو بريء بريء واذا كان المواطن هو اللي غالط فيتعاقب هذا هو اللي لازم يصير معناها لازم نتعلموا نحترموا بعضنا معناها خاطر في الثنيه هذيا وحد ما يقدر حد وكهوش ولي الفوضى العار معناها في الحكايه هذيا السوار من رات ستاو قاعدين يخلطوا كما قلت لكم منذ قليل هذه الصوره شنو هذه الصوره هذه احتجاج جماهير ترجي فاهم اللي حكيت عليه انت قبيليك جماهير ترجي بعد المباراه اللي قلت انت صار احتجاج على المدرب هكا اي شويه في النص ساعه الاولى يعني كان احتجاج وغضب ممكن من الحبالي بعتبره كانوا الترجي وقتها كان قادر باش يفوز ويفتتح النتيجة ممكن حتى كان حتى عدم رضا على الاختيارات والتشكيلة واللي ممكن يراها دفاعية ومن بعد وقت اللي تسجل الهدف تغيرت الأمور لكن فما قناعة عند عديد الأحباء اللي كانت حاضرة اليوم وحتى اللي تفرجوا وتابعوا المقابلة هذيا راهو كانوا الترجي كان ينجم يقدم أداء خير من هكا ويكون أفضل من هكا خاصة ممكن نحكي على الترجي في الثلاثة أربع مقابلات الأخيرة ماتش الإطوال وانت جاي تغير كثيرا وجه الترجي نحكي الترجي الهجومي اللي يطلع لقدام ويسجل نكملوا مع تصريحات ما بعد المباراة ونرجع البلاتو الدربي باش يكون صعيب برشا مونتالمون معناها تبدا معناها لازم تكون مركز والحمد لله معناها توفيق اليوم والدربي فري يقول الحمد لله معناها اول دربي ليا وانتصار ان شاء الله ربي معنا وليت تخاف شويه في الكيب ناسيونال كل واحد يجي يقول لي تخاف في الكيب ناسيونال تخاف في الكيب ناسيونال ما نعرفش ما كان فما حاجه ما يصيرش معناها واحد نخدم معناها طموحي معناها باش يكون في الكيب ناسيونال اي جوار معناها عنده طموح باش يكون في الكيب ناسيونال عارفوا صحيح فما فافوري على الاوراق اما حقيقه الدربي معناها سور تيران والهيستوريك ياكد انه ما تتلعب وما يتربحش الماتش كان على الميدان معناها بالنسبه لنا احنا اليوم ما كانش ماتش سهل كنا نعرف انه الضغط مسلط علينا احنا يمكن خاطر الكلوب افريكان اليوم ما عندهمش ما يخسروا برشا بالنسبه لنا احنا ماتش مهم ياسر سورتو كنا نعرف الريزلتا نتاع الايطوال في المتلاوي دونك ادفيرسير ديريكت اللي تزيد تنجم تزيد تهرب عليه دربي صعيب تعدى يعني جبنا فيه ثلاثة نقاط سجلنا الشوط الاول سهلنا على رواحنا الماتش شويه لكن بعد كنا نجموا نقتلوا النتيجه جاتنا دو ولا تروز اوكازيون باهين مالوريزمون ما قتلناش الماتش وقعدنا تعبين الاخر ما الحمد لله 3 بوان باهين اللي نعيب على الاربيتر انه ما شافهاش هو البينتي امبوسيبل يشوفها خاطر تي دو ديرير وما يجيبش يشوف الكوره باسكو بوكو كانت كوره قدامه والظهر نتاعو للاربيتر اللي زفرها وقت الهجم البنك تاع اسبيرونس الجوج هو اللي زفرها سي با ريسبروي الاربيتر من الاول اللي زفرها دونك سي سون دي اربيتر انفلونسابل سامحني يا خويا تزفر بيلانتي غلطه وزيد تنحي لي بيلانتي سي ترو طلعت عمل ديتونت كي هبطت على شوفي وحلت لي فتيرا كنا يظهر لي الارضيه اليوم ما كانتش باهيه عطلتنا شويه سيرتو رزينا شويه الجازون ماهوش مقصوص كا ان شاء الله غدوه نمشي نصور ان شاء الله لاباس وكا جو بونس بلي ما خسرناش خاطر عملنا اللي علينا كنا رجال فوق تيرا وجاونا دي سوكازيون اكثر من ليسبيرونس شديناهم وقت اللي شديناهم معنا عطاهم بينالتي كل شيء صحيحه ولا مش صحيحه هذيك هو اللي يعني ولحنا معنا عندنا بينالتي صحيحه والناس الكل شافتها وكل شيء معنا كان عطانا بينالتي كانت باش تغير المقابله تظلمنا ما نحبوش نلعبوا دور الضحيه والنادي الافريقي اكبر من هذا لكن فريق ما كانش يمر بفتره باهيه ما كناش معناها مستحقين باش يزيد التحكيم يضرنا معناها كيما اليوم تو نجمو نحكيو على اطار فني جديد ولا لا الامور للدقيقه هذه مازالت ما تحسمتش لكن ماهيش باش تطول معناها امور ساعات ولا يمكن نهار ولا اثنين وتتحسم ان شاء الله بصفه نهائيه ثم زوز اسامي تعرفوهم شكونهم ثم هيئه قاعده تتفاوض مع زوز مدربين و واضح هذوكم هما زوز شكون اللي باش يكون بين منتصر الوحيشي وبرترون مارشون الى حد الان هذوما زوز مدربين اللي طبعا
مقترحين والقرار يمكن باش يتاخذ كما قال علي علولو اما في الساعات او ربما هذا الاسبوع، نقولوا الاسبوع هذا ربما يتم الحسم في حكايه مدرب النادي الافريقي. سيدي نبدلوا الاجواء جمله، نمشيو لروسيا نرجعوا لروسيا، وبحذنا حاتم المساوي شويه باش يخلي معنا مواطن تونسي مقيم في روسيا. خلي زيد يحكي لنا شويه على البلدان وكيفاش التنقل، لكن قرعه المونديال نجيك كيفاش تبعتها عاد انت من دارك تفرس فيها دار ما يبيه مع العصيده والواحد قرعه المونديال مع رفقي بوسته حافظ الترابلسي امير الزيتوني نضال بن حميد. جمعة 1 ديسمبر 2017 العاصمة الروسية موسكو كانت محطة انظار العالم على حدث قرعة مونديال 2018. منتخبنا وضعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب المنتخب الإنجليزي المنتخب البلجيكي والمنتخب البنمي. منتخب بلجيكي حاليا في المركز الخامس عالميا، يعتبر من افضل المنتخبات اللي موجودين في اوروبا وفي العالم، ونفس الشيء بالنسبه للمنتخب الانجليزي اللي حاليا تصنيفه في المركز الخامس عشر، يعني بنلعبوا ضد منتخبين موجودين في التوب 15. مجموعه متنوعه، المنتخب التونسي منتخب يستحق الاحترام، طريقه لعبه تختلف على طريقه لعب المنتخبات الاوروبيه. منتخب قدم أداء قوي في تصفيات صعبة. مواجهة تونس ترجعني لذكريات مونديال فرنسا 98، وقتها لعبنا الماتش الأول ضد المنتخب التونسي، واليوم باش يكون لي الشرف أني نواجهه كمدرب. ساوثغيت عمل المنتخب جيد، بناه على لاعيبة توتنهام اللي متميزين جدا في البريمير ليج على كلاعبين، لأنه الأندية الكبيرة الأخرى أغلبها أجانب. توتنهام مبني على هاري كين، مهاجم طالع بشكل كبير برشا، ديلي آلي صانع لاعب موهوب جدا جدا، عنده مجموعة جيدة من اللاعبين. منتخب قبل هدف واحد في التصفيات، مارتينيز مدرب ممتاز جدا، معاه تيري هونري في ستاف، يعني عندهم فريق، عندهم جيل متميز جدا اليوم في البريمير ليج. فان دي بروين يصنع في أيام حلوة برشا مع السيتي، لوكاكو مع المان يونايتد، يعني عندهم هازارد في تشيلسي، عندهم مجموعة بصراحة، كاراسكو في الأتلتيكو مدريد، مونيي في بي اس جي، يعني بصراحة منتخب قوي جدا، سجل 43 هدف في 10 مباريات في التصفيات. بالعودة لتاريخ مشاركاتنا في كأس العالم، القرعة وضعتنا مع المنتخب الإنجليزي في مونديال فرنسا 98 ومع المنتخب البلجيكي في مونديال كوريا اليابان 2002. مباراتنا ضد الإنجليز أبقت عالقة في الأذهان، مباراة ملعب الفيلودروم في مارسي انهزم فيها منتخبنا الثنائية، لكنها شهدت تألق لافت الحارسنا شكري الوعر. فاتي ومن بعيد وممتازة من شكري الوعر، شوفوا مليح سكولز وشكري الوعر. وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان بقيادة عمار السويح، منتخبنا سبق له مواجهة المنتخب البلجيكي، مباراة فات بالتعادل 1-1 في الموتس، بدر بالتسجيل في مرمى بو منيجل، وراوف بوزيان من المخالفة المباشرة رائعة عدى الكف. زوز منتخبات أوروبية سبق مواجهتهم في المونديال، في انتظار مواجهة أولى ضد منتخب بنما ممثل الكونكاكاف، منتخب حقق إنجاز تاريخي تأهله لأول مرة المونديال لروسيا 2018. Chapito, el árbitro, se acabó el partido, pero todavía no acaba el encuentro de los Estados Unidos. Ganó Panamá, de momento se está clasificando a Rusia. بعد ما تعرفنا لمنافسينا، منتخبنا باش يبدا تحضيراته من اجل انجاح المشاركه الخامسه في تاريخه. جينا مباراه شزرات بعد ماتش غينيا، واخترنا النزل متاعنا وملعب التدريب والمطار القريب اللي باش نتنقلوا به كل شيء، وما كنا جينا في سرين حتى من الناخب الوطني في بالوش الملاعبيه في بالهم، جينا في مع بالتنسيق مع الفيفا، لانه لو سيستيم دا فيفا سي لو بريمي اريفي بريمي سيرفي. اليوم ثم منتخبات جات اليوم ما لقاتش النزل اللي تحب عليها وما لقاتش الملعب اللي تحب عليها، دونك الحمد لله يا ربي بدينا لوجيستيا وسبقنا الخير، وكان لازمنا نعملوا هكاك لانه ينجم يكون مخر توا
والامور الفنيه تبقى عند المدرب. ان شاء الله بينتو عندنا تربش اخر ديسمبر بدايه جان في بيلي لوكو. خاصيه المنتخب التونسي انه في برشا محليين، دونك باش نعملوا ان شاء الله بعض التربصات مع المحليين فقط. ويبقى عندنا زوج مباريات في مواد مارس واخر ماي بدايه جوان ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا. Добро пожаловать в Волгоград. Welcome to Tunisia in Moscow. Винком я твайса, Русь я джаим. نرجع للبلاتو قبل ما نجيك حاتم حتى بعض المعلومات اللي كنتي زادة. مرحبا بك سي لطفي كبير، تونسي مقيم في روسيا منذ 31 عام تقريبا. مرحبا سي رادي وبالضيوف وشكرا على سي لطفي. معناها حافظها روسيا، تعرفها بكدا ان شاء الله. هيا به احنا حابين ناخذوا بعض المعلومات خاصه للتوانسه اللي باش يتحاولوا لروسيا. طبعا احنا باش نلعبوا في موسكو وفولغوغراد وسنة. أول حاجة ساعة يقولوا ثم مشكلة نتاع اللغة، يقولوا في روسيا حتى الإعلاميين اللي مشيو معناها قليل تلقى شكون يحكيوا باللغة الإنجليزية، معناها أكثرية الشعب يحكي باللغة نتاعو بالروسي، ومش تلقى شكون يحكي معاك باللغة الإنجليزية أو لغات أخرى، صعيب شوية. الحقيقة ما نوافقش الرأي هذا، لأنه قبل خلينا نقول من التحول اللي صار في روسيا من 91، صحيح كانت اللغات الأجنبية مش أولوية للشعب الروسي ولا للشعب السوفيتي كما نقولوا، كان يتعلموا اللغة الأجنبية إلا لإمكانية أنهم باش يقراوا توسكي دوكيمون تكنيك للآلات ولا حاجة معينة، لكن تو بالفعل أنك باش تلقى شغل باش تلقى افاق يعني في المستقبل بالنسبه للشباب صارت او معناها من اولوياتهم انهم يقراوا اللغات الاجنبيه. واللي كان في بعض الاحيان تلقى صعوبه في شكون يحكي، بالطبع في اي دوله متقدمه يحبوا يكونوا يفرض معناها يفرض على الاجنبي انه يحكي بلغتهم، لكن الشعب الروسي خاصه الشباب يحكي باللغات الاجنبيه معناها كما تصور. انت كانوا في كاس العالم معناها مش اكيد انا سيرازي تعرف انت روسيا كانت عندها تجربه نتاع تنظيم العرب الاولمبيه الشتويه في سوتشي ونظموا كاس الكونفدريشن كاب اللي كان ما عندوش برشا في جوان، وعلى مستوى التنظيمي شهاده العالم مجمع يعني ما فماش حتى مشكل في اللغات وفي معناها في مع الجانب الضيوف باهي برشا. البلايك في الشوارع غاديك يلقاو باللغه الانجليزيه وال موجودين معناها اللي يمشي وحده ما يضيعش. لا لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا يلقى باهي. هذوما فسرهم لنا سي لطفي. الاخضر شنو هذاك؟ موسكو. هذيك موسكو طبعا العاصمه، واحنا كيما سارت القرعه ونعش ممكن سلبيين ايجابيين نقولوا نحكم عليها، لكن المدن اللي حكمت علينا القرعه مش نلعبوا فيها هي مدينه فولغاغراد، ومعروفه اكثر شيء هي هي بالاحمر، هي كانت قبل اسمها ستالينغراد وتغير اسمها من بعد الى فولغاغراد بفعل وقوح على نهر الفولغا. قداش تبعد على موسكو؟ حكايه 960 كيلومتر تقريبا يعني فما طياره؟ لا الطيارات يعني في روسيا في كل مدينه فما مطارات، لكن اللي حضرته روسيا بالتناسق والتنسيق مع الفيفا هو قطارات خاصه للتحول بين المدن اللي داخله في بطوله كاس العالم، والتنقل هذا مجاني الا لازم يكون عندك تذكره المقابله او سكون ابيل الفان اي دي اللي مش يعوض الفيزا. المسافه هذيك 10 ساعات ومعناها هذه موجوده معناها اللي عنده تذكره المقابله واليمشي يتوجه للسفاره يظهر لي بتذكره المقابله وريزرفاسيون في اوتيل معناها الحاجه يعطيه بطاقه مشجع هذه ولا فيزا تاع مشجع. المعلومه هذه هامه برشا انه الترتيبات لاي انسان يحب يمشي لروسيا اولا لازم يقتني تذكره المقابله. أيوة. مش عارف ممكن بما انه الجامعه عند الكوتا نتاع الفيفا يا اما من الجامعه بما انه التوانسه ما نجموش ياخذوه من السيت نتاع الفيفا بالعمله. بعد فما سيت معين يدخل له يعمر فورميرال باش ياخذ الفان اي دي. الفان اي دي هذا هو اختلت معناها روسيا حطت الدوديس نتاعها للربح كاس العالم، عملت التسهيلات هذه روسيا هي تفرض الفيزا على العالم اجمع. فما شويه خاصه معناها حاله خاصه للصينيين وتركيا، ولهذا باش يربحوا ويكون عنده حوافز الدوسي نتاعهم في كاس العالم نحاو الفيزا وعوضوه بالفان اي دي. تعمر الفورميلا هذيك في السيت تحط له العنوان. فان اي دي معناها فان ايدنتيفيكيشن. اي ايدنتيفيكيشن فان ايدنتيفيكيشن بطاقه المشجع. بطاقه المشجع اللي هي تعوض الفيزا، مش لازم يمشي للسفاره مش لازم يدفع باسبور الكل، هذه مجاني.
لكن ما يمنعش انه ينجم يجي ريفيو فيها معناها لانه الفان اي دي المعلومات هذيك في ظرف الجواب يجيك 72 ساعه يمشي للمخابرات الروسيه وبعد يجيك اللي كان ايجابي تجيك بالفان اي دي بالصوره للعنوان البريدي اللي وما يمنعش لانه فما بلاك ليست نتاع لي سيبورتور يعني ممكن هوليغانز حاجه كيما كان ينجم يكون رافض غير الدراسه نتاع المخابرات الروسيه. احنا توانسه ما صورش كان عندنا بلاك ليست في الهوليغانز مازلنا به باهي الفان اي دي وعندك التذكره ممكن بعد تدخل في تولي تاخذ القطارات بلاش بالضبط بهذوما تنقل بلاش قداش يقعد القطار بين موسكو وفولغوغراد؟ حكيت 10 ساعات 10 ساعات ونجم تطلع في طياره بلاش معناها كان في القطار لا طياره لا ومش اي مش اي قطار وحتى القطارات خاصه حتى القطارات الخاصه بكاس العالم زاد مكنوعك السيستم اللي اول الاول يجي ياخذ معنا ممكن في بعض الاحيان يسهلوا هما لا لا ممكن انا نجي مثلا قبل بنعرات ما تلقاش بلاصه ما تلقاش وسارانسك هذا سارانسك على برشا يقولوا مش حاضر قبل معنا عبد الخالق قالوا الملعب مازال مش حاضر قالوا يحضر في فيفري ملعب سارانسك جوبيلي ولا جوبيلي يعني اسمه سارانسك على موسكو تبعد 650 كيلومتر سارانسك هي مدينه تنجم تقول ماهيش معتبره من المدن الكبرى الكبرى في موسكو في روسيا تقريبا فيها ما يفوق 300 ألف ساكن 85 كيلومتر مربع لكن هذا ما يمنعش انه ملعب سارانسك حسب صبر الاراء من احسن الملاعب اللي دخلوا في كاس العالم يعني بنوه جديد وكما قلت مش يحضر ان شاء الله في بدايه 2018 الاسعار نتاع النزول في موسكو بصفه عامه وفي روسيا نحكيوا على ثلاثه مدن اللي مش يلعبوا فيهم على الاقل يتراوحوا بين قديش وقديش في الحقيقه ممكن في نسبيا نالنا الحظ ان جينا في فولغاغراد وسارانسك بدون اعتبار موسكو لانه موسكو هي معتبره من التوب 10 اغلى مدن العالم خارج نطاق كاس العالم وزيد كاس العالم يعني ولت مستوى اخر من الاسعار موسكو بطبيعة يعني غلاء مشط كبير ما وتزيدها بتجي بالدرجه الثانيه سان بيترسبورغ من عرش ممكن كان نحكيه على ثلاثه نجوم يلزم نعمل حسابنا يعني الغرفه ثلاثه نجوم بفطور صباح في حوالي تتراوح من 140 150 دولار يعني اقل حاجه اي اقل حاجه فولغوغراد وسارانسك اقل بس اقل طبعا اقل خاصه سارانسك لكن صحيح الكلام سارانسك قالوا ما فيهاش نزل ما فيهاش واحد لا 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 فما اكيد سارانسك من المدن اللي حسب الاحصائيه انه ممكن تقبل في نفس الوقت 21000 سائح في نفس مقيم. الوقت اي في نفس الوقت لكن في الكاس العام باش يجيو اكثر اكيد ما تصورش لانه المقابلات بيناتهم اربع ايام مثلا واحنا مثلا مقابلتنا مع انجلترا ملعب تاع ساعه قداش متفرجوا انت 45 نجم يجيهم 45000 ما نتصورش المقابلات اللي معناها احنا وانجلترا ما نشكون جاي 45 صعيب شويه ولا ليه 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 يجيو ما عندك مريت ما عندك مريت على كل هو احنا باش نبداو نلعبوا مع بنما في سارانسك اي احنا ما تلقاش بلاصه ومارشي نوار وحتى تلقى لا هذيك حاجه اخرى لكن سعه الملعب 45 هو الملعب الكل اللي جهزوه لكاس العالم كلهم في ال 45 الا ملعب لوجنيكي وسان بيترسبورغ لوجنيكي اللي فيه الافتتاح والنهايه كلمه اخيره تواسي اللي ماشيين لموسكو شو نجموا يزوروا غاديك باش تنصحهم طبعا اذا كان نحكيو على موسكو هذه قيمه تاريخيه كبيره يعني الكرملين الساحه الحمراء المتاحف يعني فوق الارض كل مدينه ثم يعني مطاعم تونسيه ثم مطاعم شرقيه ثم لا شرقيه موجوده خاصه هاوي شرقيه موجود خاصه موجود. يعني من القوميات الاسيا الوسطى اللي الكوزين نتاعهم تجبلنا برشا يعني نجم تكون مقبوله من التوانسه لكن باش نقول لك ان مطاعم تونسيه صعيب المطعم الوحيد لكن هو ايليت بور ليليت ومعناها ما تصورش انه نلقاو مشكله في الاكل وكل شيء بالنسبه لنا يعطيك الصحه سي لطفي شكرا ليك على هالتوضيحات يعطيك الصحه سي لطفي وربي معك نمجيك حاتم اي حاتم شويه خلينا ناخذ معايا رضي الزعايدي بالتليفون لكن حب رايك انت ساعه في القرعه معناها القرعه معناها طعنا في مجموعه قويه معناها الناس شكوا زاد في المنتخب الانجليزي ولا البلجيكي معناها ساعه ما نكبروش لكن زاد ما نطيعوش من قيمته معناها نبداو منتخب الانجليزي معناها منتخب نعرفوه معناها لي برشا ديما في الكاليفيكاسيون في ديما يعملوا كاليفيكاسيون باهي ما شويه ديما من الفاسينيلال في الكوب دوروب ولا كوب دي موند ديما معناها ما يلعبش مليح المنتخب الانجليزي قاعد يشبه في روحه مازالوا كهزوا في الكاس العالم اي 20 مازالوا كهزوا معناها كاس العالم عندهم اربع جولات يمكن فيهم ثلاثه ولا تيتولات في الايكيبا نتاعو
منتخب عنده نوع لاعب معين يلعب بيه، عنده ستيل معين يلعب فيه. الانترونور قاعد كل مره يلعب ساعه ديفونس 4 ديفونس 3. اخر مباراه في الكاس من تصفيه كاس العالم ضد ليتوانيا ربحوا حتى يلعب ديفونس 3 كيف كيف، تفرج فيه ضد المانيا ضد البرازيل عملوا زيرو بارتو كيف كيف لعب ديفونس 3. منتخب يحب الهجمه السريعه في الترانزيسيون رابيد برشا، يلعب فير لافون معناها ديما اون بروفوندور، معناها لو موفمون اون بروفوندور لي باس اون بروفوندور سريعين. لازم نعرفوا كيفاش نحضروا له بصراحه. معناها المنتخب السهل سيء، تعرف الكاس العالم ديما تلقى منتخب قوي، معناها لازمك ديما ثم تعرف كيف في التورنوا لازمك تعرف كيفاش تلعب. اش معناها كيفاش تلعب؟ تعرف كيفاش تحسب، خاطر ثم ديباني هما يخليوك مش يرشحوك. انا المنتخب الجاني الانجليزي المنتخب البانش الثاني اللي واصعب واحد بالنسبه لي انا هو المنتخب البلجيكي، خاطر بلجيكي يلعب مع بنما بعد يجي ضد تونس. صحيح. معناها لازم يربح تونس بالنسبه لي هو كماتش تاع الكاليفيكاسيون. اللي هو ترتيبه الخامس عالميا. اي تو نزيد نحكيو على المنتخب البلجيكي، معناها لازم الماتش الاولاني نعرفوا كيفاش نلعبوه. بالنسبه لي انا لازم نعرفوا كيفاش نلعبوا مش ما نخسروش الماتش الاول. سورتو الديبار بتاعك، سي في تعمل ديبار باهي اون تام باهي نتاع تورنوا تاخر حتى مونتالمون. وربما ما كانش من الافضل نبداو مع البنما ومن بعد مثلا. الكرة حتى انجلترا ولا. الواقع رحنا انجلترا بلجيكيا 2006 مع السعودية لكن احلمنا ما مشيناش. نبداو بالسعودية. السعودية ربحناها. السعودية طاح المرة. صحيح صحيح. نحكي معك من بعد على حكاية الحسابات البرشا هذه ونبدا نحسبوا بالنقطة وقعت في الآخر. ايه تورنوا لازمك وبيجي عليك. ها؟ في تورنوا تدخل في تورنوا. والله ثم آخر يقول لك خويا مشيو فرجونا كورة نحبوا نتمتعوا بالكورة نحبوا نراو كورة باهية. ومن بعد كي تلعب كورة باهية تو تنجم تعمل بوزيتيف إلا ما تفرجوش. نرجعوا بالنقطة وعاشر التالي وسطح الكره كيما جا جا زاد ما احنا كيتر فني معناها كيما صار لنا عام 98 و2002 و2006 احنا كيتر فني مردود محتشم معناها ثم حاجه نقول لك احنا كيتر فني على راسه معناها الكوتش في المعلول احنا ليكيب نتاعنا هذيا ليكيب اللي عندنا تاع تونس اون ايكيب تكنيك ما تنجمش تسكر بها ليكيب هذيا اي به هي حاجه هي لازم ريناها معناها حتى في الاخر تاع كوب دافيك وتو في التصفيات هذوما تاع اول ماتش مصر وتصفيات كاس العالم اوبليجي عليك معناها تاكي بها ليكيب هذيا مش هي ايكيب ديفونسيف هي ايكيب اوفونسيف اللي عندنا لازم تعرف كيفاش تسكر بالكدا وعندك اون ايكيب معناها مجموعه لازمك تتاكي بها معناها عندنا لي كاليتي دو جوار وعندنا ثقه في الاطار الفني نتاعنا معناها مش نمشيو لقدام ولا نلعبوا لقدام هذا كلام باهي معناها